والاسم الأعظم. قال الإمام الهادي عليه السلام: إن اسم الله الأعظم 73 حرفا، وإنما كان عند آصف منه حرف واحد فتكلم به فانخرقت له الأرض فيما بينه وبين سبأ، فتناول عرش بلقيس حتى صيره إلى سليمان عليه السلام، ثم بسطت الأرض في أقل من طرفة عين. وعندنا منه، أي من الاسم الأعظم، 72 حرفا، وحرف عند الله عز وجل استأثر به في علم الغيب.